يا جماعة، ده المردم اللي هندفن فيه الطلبة بعد ما نطلع الأكل. هنشوف دلوقتي يا جماعة الأكل طالع إزاي. ماشي ندفنهم. خد بالك بقى إيه عشان نتفرج عليهم، هو إيه وأم كلثوم بتقول هتقلب على جمر النار. كده مالك يا راجل؟ مبلول يا الاكل هيطلع دلوقتي يا جماعه. استنى المردم بدا ايه؟ بص هشيل دي ويشيل السيلفر، هيطلع تطلع الشبكه بقى. عادي عادي مش بتخسس لسه؟ ممكن تعملوا عندك مش بتتلسعوا يعني؟ لا تمام. خوش احلى عيشه صح؟ طبعا دي طبيعه ولا طبعا بجد؟ لا طبعا بجد. انا ممكن اتكلم كده عشان يا مجنون كتير واضح لي رجاء قاعد هنا لوحدك مش حد فاهم كنتين ايه بس يلا بينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شوف شو بقى المشويات اهي. الله احنا هناكل بقى ازاي؟ هيشيل الشبكه بس دلوقتي، هيطلع الحاجات دي في الشبكه اللي فيها. يلا بقى ثانيه معلش سوري هسوي لك انا دكتور. لا خلاص اوكي. بسم الله بسم الله. ده دبوس بيروح دبوس بيروح خلاص طلع اهو. تمام يا جماعه الله ينور. خلاص مين بقى اللي هيتردم يجي بسرعه؟